تقول تكتب من قلبك، اعطيني التفاصيل نتاع الكلمات. من قلبي مش من الفاضي، نوصل في صوت الناس الحايره، معناتها قاعد نخرج في حاجه من القلب، مش نخرج فيها معناتها قاعد معناتها كيكه برا. نوصل في صوت الناس اللي حايره، اللي معناتها الناس اللي حايره. كمل الكلمات خلي الناس تسمع. نكتب من قلبي مش من الفاضي، نوصل في صوت الناس الحايره، نحكي مع الحاضر على الماضي، قاعد نحكي مع الحاضر على الماضي، قاعد نشوف بين البارح واليوم. هاي بين البارح واليوم. كيفاه نسيت بعض البارول. نحكي مع الحاضر على الماضي. اعطيني البارول. على الحكايات اللي صايره، معناتها اللي صايره في بلادنا. ومن بعد تحكي على خانوك، معناتها على شكون؟ خانوك شكون اللي خانوه؟ بلاد شكون اللي خانوه؟ الناس الكل نعرفوا شكون اللي خانوه. احنا نحبوها البلاد من الاخر. احنا صحيح ما تخافش انك وردت روحك دخلت اونجاجي في السياسه بالشكل هذا كومبليتمون، معناتها عشان نقول لك حاجه في الفيراج تعبر على وضعيه شباب ناقم ومش عاجبه الوضع وكذا، اما اليوم اونجاجي روحك سياسيا. ويلي وردت روحي في سيستم القديم. اه سيستم القديم والناس تعرف في سوسه برشا يعرفوا معناتها الشيء اللي تعدى عليه، يعني معناتها السيستم الكبير اللي هو ما فماش لا حريه تعبير لا فما حد شيء، معناتها ماذا بيك تبعد عليه مع طريق السياسه. حكيت عليه خويا، حكيت على الظلم وحكيت على القمع وحكيت على كل شيء. فما بالك اليوم وبالرغم معناتها تعبت زاده وتوقفت وصار فيها برشا حاجات. مالا قبل الثوره يعني الناس تعرف شنو صار فيه. يعني لانسيت غني نعاودها مره اخرى وفي جوره في ايام اليوم. راني عملت غنية قبل الثورة خويا اللي هي ربي في الوجود، صحيح فيها فيراج في الفيراج خويا، دخلت في السيستم تاع الظلم ومتاع كذا ودخلت لهم في السيستم خويا، صار فيا اللي صار توقفت عليها غنية. توقفت ولتو القاضية باش نبقى نحارب عليه القاضيين نموت ديما، خاطر حاجة بالرسمي نعيش في حومة شعبية وديما نسمع ونشوف العباد. شنو قضيتك سكيح بالضبط؟ شنو هي قضيتك؟ قضية اني يعني واحد من الناس الشيء نشوف فيه خويا ما عادش عاطي امان فيهم السياسيين بالاخر. فيهمش امان. حسيت اللي كل ما يجي حد جديد تقول نعقدوا فيه النواره الا ويخذلنا وتشيل، معناتها النتائج ماشيه. الشيء هذا راه مش بالكلام، بالفعل قاعدين نشوفوا فيه الشيء هذا.